يهتفون للأسرى بأعلى أصواتهم لتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى داخل السجون، مع ازدياد الهجمة الإسرائيلية عليهم دون مراعاة لظروف اعتقالهم السيئة، وتزامنا مع خطواتهم التصعيدية التي قرروا البدء فيها رفضا للاعتقال الإداري، وهو ما ينذر بتفجر الأوضاع داخل السجون في أي لحظة. حالة من الغليان والتوتر تسود السجون، خاصة بعد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى ولا سيما بحق الأسير ناصر أبو حميد، إضافة لذلك الإجراءات العقابية التي فرضت في الآونة الأخيرة على الأسرى التي تمثلت في تقليص عدد وسعات الضياء الفورة، بالإضافة لذلك تركيب بوابات. الفصائل الفلسطينية من جهتها قالت إنها لن تصمت على ما يتعرض له الأسرى ولن تسمح باستمرار معاناتهم، وأنهم على موعد قريب مع التحرير. نؤكد على أن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة، ونقول لأسرانا الأبطال لن نخذلكم، لن نتخلى عنكم، وإن قضيتكم تقف على سلم أولوياتنا سنستمر في هذه الحملات الإسنادية. نؤكد بأن هذا الغضب الفلسطيني مستمر حتى يتم تحقيق كافة مطالب الأسرى داخل السجون الصهيونية. رسالة حركة فتح هي رسالة تضامن مع أسرانا البواسل الخاصة بعد أن اتخذت مصلحة السجون إجراءات تعسفية بحق أسرانا البواسل داخل السجون، ونقول وبكل وضوح أن هذه الإجراءات التعسفية سوف تواجه بخطوات تصعيدية من أسرانا. أكثر من 600 أسير مريض داخل السجون يتعرضون لموت بطيء دون أي حراك ينصفهم ويلجم إسرائيل وسياستها. إذن خطر حقيقي يتهدد حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في وقت تضرب بعرض الحائط كل المطالبات الدولية والحقوقية بالإفراج عنهم. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.